يا عبد الله يا عبد الكريم، افهم معلم وتيقن أنك في أول ساعة من ساعات الآخرة وآخر ساعة من ساعات الدنيا. فإذا جاءك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى يسألانك ويمتحنانك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن قبلتك وعن أئمتك، فقل في رد جوابهما: الله الكريم جل جلاله ربي، محمد صلى الله عليه وآله نبيه، الإسلام ديني، الكعبة قبلتي، الحوض شرابي، القرآن كتابي، علي بن أبي طالب عليه السلام إمامي ووليي، فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدتي ومولاتي، الحسن بن علي عليه السلام إمامي ووليي، الحسين بن علي عليه السلام إمامي ووليي، علي بن الحسين عليه السلام إمامي ووليي، محمد الباقر عليه السلام إمامي ووليي، جعفر الصادق عليه السلام إمامي ووليي، موسى الكاظم عليه السلام إمامي ووليي، علي بن موسى الرضا عليه السلام إمامي ووليي، محمد الجواد عليه السلام إمامي ووليي، علي الهادي عليه السلام إمامي ووليي، الحسن العسكري عليه السلام إمامي ووليي، الخلف الصالح المهدي عليه السلام إمامي ووليي. هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بما توالى من أعدائهم أتبرأ في الحياة الدنيا والآخرة.